ورحب الرئيس السيسي بأبطال معركة أبو عطوة خلال حرب أكتوبر، مؤكدا أنهم قدموا لمصر الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل. وخلال الندوة التثقيفية 36 للقوات المسلحة، أكد الرئيس السيسي أن التضحيات هي ثمن النصر والكرامة وليس بالكلام أو الشعارات. لنا عظيم الشرف أن احنا نلتقي ونشوفكم وكل الناس اللي موجودة، مش بس اللي في القاعة، في مصر يشوفوا الناس، يشوفوا الرجال أو من تبقى من الرجال اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل احترامي واحترامنا، تقديرنا ليكم كلكم. مش عايز اطيل عليكم، لكن ارجو ان انتوا تقبلوا اعتذارنا لو كنا ما خدناش بالنا منكم قبل كده. ارجو وكان مهم قوي ان انتوا تبقوا موجودين النهارده عشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتي، شوفوا تمن الكرامة بيتعمل ازاي، لا بيتعمل لا بالكلام ولا بالشعارات ولا بيتعمل بالدم والتضحيات. ولما اتعمل بالدم والتضحيات فضل باقي حتى الآن. فعظيم الشرف ان احنا نلتقي بيكم، عظيم الشرف ان احنا نشوفكم. ربنا يا رب يديكم الصحة ويجازيكم خير على كل ما فعلتموه أنتم وكل أبناء هذا الجيل في وقته. شكري.